تفاصيل تهم المواطنين بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء. مفيش أي زيادة في الرسوم الجديدة الخاصة بالقانون الجديد للتصالح. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. أهلا وسهلا بكم متابعين القناة الكرام، معكم مصطفى بشير. النهاردة معنا موضوع جديد من مواضيع المصالح الحكومية. النهاردة حنتكلم على زيادات أو رسوم التصالح الجديدة الخاصة بقانون التصالح الجديد الذي سيتم طرحه خلال أيام قليلة بعد الانتهاء منه من البرلمان. طيب، قبل ما نشوف تفاصيل الموضوع يريد نعمل اشتراك في القناة لو بتشاهدنا لأول مرة عشان يوصلك كل جديد في المصالح الحكومية، ولو أنت مشرفنا بالفعل على القناة يريد ما تبخلش علينا باللايك. كشفت مصادر برلمانية أن الحكومة وبالاتفاق مع البرلمان يعملان على تخفيف العبء على المواطنين راغبي التصالح، ومن هنا جاء المشروع الجديد خاليا من أي زيادات في الرسوم. كما كشفت لجنة الإدارة المحلية أنه لا تغيير في رسوم البناء التي سيشملها قانون البناء الموحد، وهي 200 جنيه بحد أقصى مقابل طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية وعلى إعطاء البيانات والاشتراطات اللازمة لإعداد مشروعات البناء أو الإنشاء أو التقسيم تسدد نقطاً. ونص مشروع القانون الجديد على أنه يحق للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية أن يصدر قرار بوقف البناء لمدة 6 أشهر بناء على قرار مسبب من المحافظ المختص بالبناء في غضون ذلك. يكون من حق المجلس وقف تراخيص البناء في المدن أو المناطق أو الشوارع تحقيقا لغرض قومي أو مراعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط على ألا تتجاوز مدة الوقف 6 أشهر. بينما منح مشروع قانون البناء الموحد الجديد السلطة لمجلس الوزراء العرض من المحافظ المختص وموافقة المجلس المحلي للمحافظة مد الوقف لمدة أو لمدد أخرى لاعتبارات يقدرها بما لا يزيد على 2 سنين. وينتظر الملايين من المواطنين صدور القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء عقب التعديلات التي أجرتها الحكومة من خلال وزارات الإسكان والتنمية المحلية والعدل، والتي عملت على وضع التعديلات الخاصة ببعض مواد القانون بحيث يضم كل الحالات تمهيدا لإغلاق هذا الملف نهائيا، وكذلك تلافي كل السلبيات التي واجهها القانون القديم. شكرا لحسن استماعكم، كان معكم مصطفى بشير، دمتم في رعاية الله. ما ننساش نعمل اشتراك في القناة لو بتشاهدنا لأول مرة عشان يوصلك كل جديد في المصالح الحكومية. أي سؤال أي استفسار ضعه في تعليق وأنا تحت أمرك. دمتم في رعاية الله.